يفتقد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم لاعبين أساسيين في تشكيلته خلال المباراة التي ستجمعه بمنافسه شبيبة القبائل برسم الجولة السادسة عن المجموعة الأولى من مسابقة دوري أبطال إفريقيا. ويدخل الفريق الأحمر مباراته أمام شبيبة القبائل محروماً من خدمات كل من الحارس أحمد رضا تالنوتي والمدافع أمين فرحان، إذ أصيب الأول على مستوى الركبة أثناء تواجده مع المنتخب المغربي، بينما يعاني الثاني من الإصابة في العضلة الضامة منذ مواجهة فيتا كلب الكونغولي. ويستعيد الوداد الرياضي من جهة أخرى في مباراته أمام ضيفه شبيبة القبائل كل من زهير المترجي ورضا الجعدي وحميد أحداد والحسين بن عيادة بعدما استعادوا عافيتهم من الإصابات التي تعرضوا لها في وقت سابق. وتجرى مباراة الوداد الرياضي وشبيبة القبائل يوم السبت المقبل الأول من أبريل 2023 ابتداء من الساعة 10:00 ليلا على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء لحساب الجولة السادسة عن المجموعة الأولى من عصبة الأبطال الإفريقية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.